improvement والافريج بي لوسز لافتر امبروفمنت. طبعا اللوسز ريدكشن لو جيت طلعت انا في حد الانبالانس كونديشن لقيته بتغير من 650 كيلو وات او 650 كيلو وات في حد الانبالانس لحد في حاله البالانس 592 كيلو وات. كانيوال سيفنج يعني بحكي عن كوست وتكلفه وجدت في حد الانبالانس كونديشن 780 الف دولار بيوفر لما اطبق الكيبل سايزنج مع الاكتف باور كومبنسيشن، بينما في البالانس بوفر لي 710,000 دولار. طبعا هنا زي ما احنا شايفين في حاله البالانس كان 710,000 دولار، في حاله الانبالانس 780,000 دولار. طبعا هنا عملت انا اللي هو التيبلز كسمري لفولتج دروب وتشينج والاكتف باور كومبنسيشن بيفور اند افتر الكيبل سايزنج. لو طلعت على الترانسفورمر فيدر الفولتج دروب كان بتغير في حاله الاكتف باور كومبنسيشن لحالها تغيرت من 23.3 الى 18.3 في حاله البالانس، بينما في حاله الانبالانس تغير من 25 الى 20.4. لما استخدمت الكيبل سايزنج مع الاكتف باور كومبنسيشن اتغير الفولتج دروب من 18.09 ل 13.7، بينما في الانبالانس طبعا القيم كانت اكبر من 19.9 ل 15.38. طبعا ممكن انا كمان كفولتج دروب ممكن استخدم اللي هي بلس ماينس 5% للتاب تشينجر، هذه ال 5% برضه بتعمل عمليه تخفيض كمان للفولتج دروب، فبكون في ورست كيس في هذه الحاله ممكن يكون عندي وصل 60 فولت. لو بتحكي عن 60 فولت في ورست كيس بالنسبه للشبكه من 400 فولت يمكن تكون او بتكون اكسبتد مقبوله. طبعا الان حكينا عن الفولت دروب، هلا بالنسبه للبوسز مقارنات في حاله الرياكتيف باور كومبنسيشن في حاله الرياكتيف باور كومبنسيشن مع اللي هو الكيبل سايزنج، فلقيت السيفنج في حاله البالانس 403,000 دولار 439,000 دولار في حاله الان بالانس، لكن كرياكتيف باور كومبنسيشن كقيم النسبه ريشيو بين 13.9 ل 10.5 في حاله البالانس. في حاله الكيبل سايزنج مع رياكتيف باور كومبنسيشن لاحظت انه في كان هنالك سيفنج يعني توفير مقدار 221 كيلو وات في حاله البالانس، في حاله الان بالانس كان 241 كيلو وات. طبعا سيفنج ماني كان 265,000 دولار في حاله البالانس، 289,000 دولار في حاله الان بالانس. في الان بالانس لوست ريدكشن كان 650 كيلو وات، بينما في حاله البالانس لوست ريدكشن كان 592 كيلو وات. الانيوال سيفنج من 780,000 دولار، في الانيوال سيفنج في حاله البالانس 710,000 دولار. نفس الشيء رحت انا طبقت الشيء هذا على الجي 4 فيدر بالنسبه للي هو الكيبل سايزنج والرياكتيف باور كومبنسيشن، برضه اخذت اللي هو الديلي لود كيرف 3 دايز على اساس اطبق الموجود، اخذت الترانسفورمر هذا بنفس القيم مع تغيير في الكيبل سايزز وتغيير في اللي هو اضافه الاكتيف باور كومبنسيشن عبر اوتوماتيك كاباستور بانكس، وجدت هنا طبعا اللي هو الفولتج دروب تغير من 17.6 ل 12.3 في حد الجي فيدر. طبعا تلاحظ هنا انه الفولتج دروب اقل في حد الجي 4 فيدر لانه الحمل اقل في حاله الفيدر اللي طالع بالنسبه للباور بلان، بينما بالنسبه للشبكه الاسرائيليه كان اللود اكبر. هذا لوسز والسيفنج بالنسبه للجي 4. لو طلعت بالنسبه لل الشكل على الشمال الجي 4 فيها لوسز اند لوسز ريدكشن، بتلاحظ بيفور امبروفمنت قبل ما اعمل اي تحسين انا على الشبكه يعني كان زيرو التحسين كان 1875 كيلو وات. لما انا طبقت الكيبل سايزنج عملت تغيير الكيبل تغير من 1480 ل 392، لما طبقت الاثنين اللي هو الاكتف باور كومبنسيشن والكيبل سايزنج تغير من 1085 ل 790. الجي 4 طبعا السيفنج تغير في حاله يعني في فرق بين الكيبل سايزنج مع الكيبل سايزنج والراكتيف باور كومبنسيشن حوالي 948,000 دولار ل 470,000 دولار. الفولتج دروب كحاله هنا في حاله الانبالانس بتلاقيه بزيد، حتلاقيه تغير من 20.2 ل 14.3 طبعا محسوب لو فولتج هاي فولتج والترانسفورمر. اللوسز في حاله الانبالانس بتلاقيها اكثر من 159
ل 1503 حتى الكيبل سايزنج، لما نضفت الاكبر كومبنسيشن من 1111 غيرت 3.8 كيلو وات. طبعا كان الانيوال سيفنج من لحد الكيبل سايزنج وفرت 547,000 دولار بحد 2 الضعف من فارق 1,000,000 دولار. طبعا انا كجي 4 فيدر طبعا شفنا 948,000 دولار حد البالانس بحوالي 1,000,000 دولار حاله الانبالانس بنحكي عن سنويا. كان ايكونوميك ستدي لما انا مدام انا درست دراسه لابد اشوف اللي هو الايكونوميك فيها. فطبعا بالنسبه لبغداد فيدر شفت اللو فولتج كباستور بانك، هذه اتصلنا باللي هو شركه شنايدر بالنسبه للكباستور بانك واخذت اسعار منها بالنسبه لكل ترانسفورمرز والفيادر، وشفت التكلفه بالنسبه لبغداد فيدر والترانسفورمرز والاوتوماتيك بانك فلقيت 156,000 دولار. الهاي فولتج كوندكتورز لما تغيرها 163,000 دولار. اللو فولتج كيبل سايزنج 619,000 دولار. التوتال انفستمنت كان 993,000 يعني قريب من 1,000,000 دولار. طبعا البي باك بيريود انا اللي هو الانفستمنت على السيفنجز اللي هو الثمن اللي هو الكيلو واتس اللي انا وفرتهم في حاله استخدام الاكتيف باور كومبنسيشن والكيبل سايزنج، فكان البي باك بيريود 1.2 years، يعني احتاج حوالي 14 شهر انا حتى اغطي الانفستمنت اللي انا استخدمته وبعد هيك يكون ايكونوميك ستادي. زي ما شفنا بالنسبه للجي ام فيدر كان 1.2 لو فولتج اللي هو الانفستمنت، الهاي فولتج كان 2.6. حسبنا نفس التكنيك التوتال انفستمنت 1.7 طبعا لانه اكبر واطول فاخذ طبعا اللي هو تكلفه اكثر. البي باك بيريود كان 1.699 years. لاحظ انه البي باك بيريود بالنسبه للجي 4 فيدر للخارج من محطه كهرباء غزه كان اكبر. كونكلوجن يعني من خلال الدراسه احنا اللي عملناها كان هاي يوزز واضح، هاي فولتج دروب، في كان انبالانس في بعض المقياسات، نيد لكابيتيشن باستخدام الكيبل سايزنج والكيبل سايزنج مع الباور كومبنسيشن، كان تغير في النسبة من 17 ل 9.9، فولتج دروب ريدكشن من 19 ل 9، الافرج سيفنج للجاوزا كبرنريت ككل الفيادر اللي موجوده 7,000,000 دولار سنويا، الافرج بي باك بيريود 1.45 years. So, thank you very much. انت مش وفرت بتحسين معامل القدرة بس في الكابل سايزنج، ترانسفورمر بيلعب دور برضه صح؟ لو سمحت كده رح نسمع محلات الفاضل. شكرا كثير طبعا للاستاذ حسام على المعرفه الشيق والمحاضرات المفيده التابعه العملي اللي ربط فيها بالنسبه لعمل اوبتمايزيشن وتطوير لشبكه الكهرباء في مدينه غزه، ويمكن زي ما انتم شايفين شغلات بتنزل كثير لفلسطين باعتبار انه عندنا كثير مشاكل بالنسبه للفولتج دروب والباور لوسز واللو افشنسي اللي عاملينها شركات الكهرباء اللي عندنا. فطبعا سياساتنا هذا النوع الجذريه لأجل تطوير هذه الشبكات بحيث نجعل فيها هو توفير للطاقة الكهربائية والكويت. فالآن يفتح مجال الأسئلة والمناقشة. معلش الأستاذ عفوا طعمات الآن بتحب بس لو عرفنا عن حالك وتتقدم السؤال بس يعني بس لحظة يعني بفضل إنه نحكي مع بعض الأستاذ حسام تدون ملاحظاتك في ورقة نتجاوب عليهم مرة واحدة بدون ما يكون لك عبد الله. تفضل يا أستاذ عرفنا عن حالك. مهندس خير سلمان من تركيا، مهندس كهرباء. الباشمهندس ذكر انه بنوفر بس بالكيبل سايزنج، برضو المحولات والجنريترز فيهم توفير لما بتحسن معامل القدره، صح ولا لا؟ برضو بتوفر في ثمن المحول، لان انت حاجز مكان بسبب ازدياد التيار، بسبب الرياكتيف انرجي. بفهم هذا الكلام. حاجز مكان الكلام اللي حكيته عفوا كله موجود في البيبر، بس انا ما فرضت بعد من الباور فاكتور لما تعمل امبروفمنت بتقلل الكرنت، قللت الكرنت بتقلل السويتش جير، بتقلل للجنريترز، بتقلل للشبكه الداخليه، عملت يعني ريفلكشن على الكل، ولكن انا ضغط الشيء خلانا نقتضي قدر الامكان. في الحسابات مبين هذا الحكي انه بيلعب دور اكبر. شكرا لك. Thank you.
مهندس هاب بوبا عضو لجنة تحضيرية للمؤتمر التقدمي الخامس وعضو مجلس إدارة جامعة 50 كابين فلسطينيين. سؤالي هو إنه باشمهندس أنا شيء أعجب جدا بعملك. سؤالي أنت لما أخذت الداتا أخذت على شيء قائم وبنيت عليها، بس لما أنت عملت الدراسة عملتها على شيء نظري ثيوريتيكال. فطبعا هناك راح يكون مجال معين للايرور او الخطا. ما تطرقت لهذا الموضوع انك تقارن بين واقع قائم وبين دراسه نظريه. فبعرف اذا في البيبر زي ما كان داخله في حكي عن شو هامش الخطا او شو نسبه الايرور اللي راح تطلع مع النتائج هاي. شكرا. السلام عليكم. انا سعد الله من هناك كهربائي الباص. يعطيك العافية، إن شاء الله ربي يقويكم. بس فيك طريق صغير، لو خليت الباور فاكتور أنا على ميديم فولت، لأنه في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات في الليل قد يكون عندك بينة وبتعمل بعض الأجهزة، وبتعملوا الأحمال الفطرية عند الإنكونسيومر تقولوا أو تفرضوا عليه إذا ما حطش باور فاكتور غرام معين. لأنه في النهار في فصل نفسي، لكن في الليل في بعض الأحيان ما بيسمى كيميل. حيكون عندك كبستة بانك كبيرة قاب عمل لك قاب مريس وقال ترى بارك الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس عمل الخالي المدينة. سؤال بالنسبة للدراسة أونلاين، يعني تنميات بالنسبة لشركات عمل لا أفضل عنها. بس في نقطة مهمة اللي هو موقع تويتر المهم. كما كان الفيديو اليوم كما تكون أفضل. سوي موقع بالنسبة لشركة الدراسة المدنية. السؤال الثاني بالنسبة للكابيتال كوست بالنسبة للجوانب، يعني ممكن كان يقول رانينج كوست يعني وقت يكون مردود ممتاز وإيجابي، بس الكابيتال كوست خلينا نقول الواقع عمل البلديات المدارس الموجودة إنه تغير كابل من سايز لسايز معين ممكن يكون مكلف. فهل هاي تم دراسة ثلاثة بالنسبة للتوهم يرجع كوستر باين خلي وأحط كنترول بقول إنه أقول له بقول على الشبكة توصل. السلام عليكم. أول شيء يعطيك العافية وشكرا لعبورك وحب العسلامتك. ثاني شيء مهندس رام مشاركة شركة كاربوكوس. أنا استمتعت بمحاضرتك رامي مشاركة شركة كاربوكوس. بدي أسألك أكثر من سؤال، أو يعني هو في شكل نعتبر مداخلة أكثر في موضوع الكباستر بانك. نحن نعرف أنه بيسبب مشاكل كثير على فوق الضغط العالي، وعادة زي ما كان باشمهندس يمكن أنه بيسوي لنا في الليل، لأنه قيمة الأكتف باور مش ثابتة، بتتغير من فترة لفترة، وبالتالي عادة بنحاول إذا في مشاكل في الأكتف باور نخليها أقرب للنوم. السؤال الثاني أنه أنت بتحكي عن ريدكشن حوالي 500 كيلو وات في اللوسز من اصل 10 ميجا. بعرفش كيف بعرف انه كميتها مش عالية كتير، يعني هل هي جاستيفايد مقارنة بالمبالغ اللي بتحطها؟ هذا فيما يتعلق في الرياكتيف باور. في السايزنج، في موضوع السايزنج كان عندي سؤال، انت بتحكي عن سيرفيت حوالي 700 دولار. بالنسبة ل 12 ميجا بالضبط 500 كيلو بالنسبة ل 12 ميجا و 500 كيلو بالنسبة ل 9 تقريبا افريج تبعك، يعني خلينا نحكي عن 10 ميجا تقريبا، صح ولا لا؟ 500 كيلو بالنسبة 10 ميجا قديش بتبلغ؟ السؤال الثاني 700,000 دولار اللي حكيت عنهم في السيفنج في موضوع السايزنج. قديش الكابيتال كوست اللي بدك، يعني انت حكيت عن طول الخط حوالي 16 كيلو متر. 16 كيلو متر عشان تعمل له اعاده سايزنج بكلف تقريبا زي ما انت حطيت بس حوالي 120 120 دولار. بس احكي على وقت البيع اللي هو الفتره. هل التكلفة لعمل الريسايزنج بس زي ما انت كتبت انه نتسوق بس الرقم واحد؟ واخر سؤال او مطالبة انه ليش ما فكرنا في رفع الجهد؟ يعني ليش ما رفع بدل عشان نتحسن اللي بتحكي عنه سواء اللوسز او الدروب فولتج، بدل ما نحكي عن الاكتف باور كومبنسيشن ليش ما نرفع من 22 ل 33 مثلا؟ شكرا. السلام
ما نسحب من حدا. بس كنت بدي اسال عن الريتس للكيلو وات اللي انت حسبت عليها السيفنجز، يعني بيست اون السعر الكوست او سعر البيع مثلا لشركه الكهرباء. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، ايش راح يكون التغير، يعني تغير اسعار انتاج الكهرباء او تكلفه انتاج الكهرباء على السيفنجز كمان بالفيوتشر سيفنج؟ يعني انت بتحكي عن سنين لقدام، يعني لما تغير الكيبل او الشبكه لعشر سنين لعشرين سنه، قديش راح يكون السيفنج؟ راح يكون اكيد لصالح الموضوع، لصالح السيفنجز. شكرا. هذه ما تيجي مره واحده، كونستانت تكون 100
ممكن يعني تقريبا بتوصل ل 60% احنا كونستانت، وبنخلي ال 40% الثانيه ريتنج لانه بيبقى افضل من ناحيه كمان تكنيك ومن ناحيه ميكانيكال. يعني بصحش انت تيجي من زيرو وترفع ل 200 ميجا او تنزله، فبترفع ل 70% تخليه ثابت، يعني بتلعب في الرينج ال 30% بيبقى يعني اسهل مور ايزير. يعني بالنسبه ل الاخ اللي حكى ليش مش 33 كيلو فولت، انا عمال قاعد بحكي بقول لك الدراسه على الشبكه اللي موجوده، ما بديش افترض فرض مش موجود، بعملش 10 فرضيات عشان اطلع ب 10 اجابات. السؤال عام كثير يعني مش محدود. وبالنسبه للكوست، الكوست منطقي جدا، ومن خلال الرجوع لشركه الكهرباء للفاتوره ولا سواء الفاتوره المجمله لشبكه الكهرباء تبع قطاع غزه وشبكه الكهرباء لمحافظه غزه تحديدا اللي تتغذى من 7 إلى 8 خطوط، لقيت انه الكوست هذا موجود لما يكون 500 كيلو بالنسبه ل 12 ميجا ليش بده يكون نص ميجا ل 15. ف يعني الدراسات التقييمية كانت حوالين اللوسز، يعني أحيانا في بعض الأماكن بتكون 15-20%، فبالدراسات اللي إحنا استخدمناها هذه الإجابات منطقية والأرقام منطقية. وبالعكس كمان إحنا مش كمان استخدمت ميجرمنتس في الموضوع، أنا استخدمت برامج وطلع معي نفس القيم اللي أنا استخدمتها بالإكسل وبالماتلاب وبالإيتاب بروجرام. سامح هل تم التواصل مع شركة أنا حكيت في المحاضرة إنه من البداية للنهاية ما قصر وكمل من البداية للنهاية، وبعد ما خلصت البحث قدمت لهم للتطبيق، ولكن ربما تكون في معوقات بعرفش، قد تكون سياسية قد تكون أسباب. يعني أنا كإنجينير بطلع إنه هاي في موضوع، هاي في مشكلة، هاي في حل، ما بطلع على النتائج. الحكي هذا كان يعني بعد دراسة الماجستير من نهاية 2011 قبل الحرب. والنسبة للرسالة موجودة عندهم يعني استفاد منها. يعني يقول لهم أي مشكلة وأي حل، لكن ما بقدر لك أحكي لك. شكرا كثير أستاذ حسام. شكرا جزيلا لكل جميع، وانا سعيد جدا ان انا جيت من غزه يعني عشان اجب الوقت هذا، كنت محظوظ رغم المعاناه وجينا امبارح متاخر الساعه 1، لكن برضو انا بقول انا مطلوب اكثر منكم اللي بعد الفرصه. شكرا لكم جزيلا. Association Britannia Palestine. Okay.
تفضل استاذ دليل حوالي 15 20 دقيقه دون العرض على الدوله. يعطيكم العافيه. الماجستير اللي انا حاليا عم بشتغل عليها. طبعا بالنسبه للبرزنتيشن تاعي انا فضلت اتناول ثلاث مواضيع رئيسيه اللي هي البروسيس كنترول، الموبيليتي والكلاود كومبيوتينج، لانه انا بعتبرهم هدول توبيك اند ترند في عالمنا اليوم. طبعا عشان اقيم هدول الثلاث توبكس لازم يكون عندي مين ابلكيشن تو ابلاي لهم. فاحنا فضلنا ندخل في مجال الباور سيستم واللي كان هوت توبيك اند ترند هو السمارت جريد اند سمارت ميزرينج. عشان هيك اسم البرزنتيشن تاعي انتجريتنج موبايل كلاود كومبيوتينج انت سمارت جريد. رح اتناول اربع محاور رئيسيه. اول شيء رح نتكلم على التشالنجز اللي بتواجه الباور جريد حاليا. رح ناخذ فكره كونسبت عن السمارت جريد، بعدين عن الكلاود كومبيوتينج والمين كونتريبيوشن توجهي انا وين رح يكون في الثيسس تاعي. هلا كلنا بنعرف انه تاريخيا الالكتريستي جريد هي عباره عن برودكاست جريد ديو تو ماني ديستريبيوشن، بحيث انه انا عندي لارج سنترلايزد هيوج انفايرمنتلي ان فريندلي باور جنريترز اللي بتزود الالكتريستي برودكشن للكونتري او للريجن. طبعا غالبا هون عندنا السبلاير هو اللي بيلحق الديماند. فبناء على لوك فوركاستنج مودلز اللي بتنعمل اوفر بيريد اوف تايم، اليوتيليتي بروفايدر غالبا ما بتعطي اوفر بروفيجن للديماند. اذا الديماند هو زاد عن الافرج فغالبا هي بتشغل شيء اسمه البيكر بلانز. طبعا هاي الطريقه اتس ويستفول ابروتش. اولا لانه غالبا بكون عند الافرج ديماند اقل من البي، وبالتالي عندنا لو يوتلايزيشن. الشغله الثانيه انه بالاضافه لانها انفايرمنتلي انفريندلي، لكن ستيلينج اب ميتين سيرش ا بيجر بلان هي فيري كوستلي مكلفه جدا على الالكتريسيتي يوتيليتيز. طبعا الشغله الثانيه مع الزمن راح يصير عندنا ايفر تشينجينج انكريزنج ديماند، راح يكون صعب علينا احيانا ماتش السبلاي اللي عندنا مع البيك ديماند، راح يكون لها بلاك اوت اوت ايجز اند براون اوت. فشو في افضل من انه احنا نعمل ادابتنج للسبلاي اللي عندنا مع الديماند، او ادابتنج للديماند بناء على السبلاي اللي موجود عندنا. هلا في عندي دراسه انا يعني حبيت اذكرها قراتها من عميل شركه اي بي بي اللي هي لليو اس باور جريد. هلا بتقولي انه في عندنا نسبه 155 مليون كيلو وات لوست في الديستريبيوشن سيستم فقط. بتقولي انه اذا قدرنا احنا نحسن 10